قصتنا هذه القصة الخامسة بتاريخ 25 رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام. بعلكم الحلب اليوم مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ قصة. قصتنا اليوم بعنوان جريمة هزت السعودية. طبعا أرجو منكم شديد الرجاء إنكم تتابعون القصة إلى نهايتها عشان تفهمون القصة، لأن القصة فيها يعني يمين يسار، أوكي؟ أبيكم تتابعون القصة كامل، ضروري تتابعونها كامل. فلا تنسوا لايك واشتراك وحساباتي موجودة تحت في صندوق الوصف، تابعوني عليها كامل، تابعوني على سناب بعد، وصلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويلا نبدأ القصة. القصة هذه بجسد لكم اياها علي انا، اوكي؟ انا اسمي محمد وعمري 40 سنة ومعي شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وعشت مع امي وابوي وكنت بكرهم، وجاء بعدي ولد وبنت. ولما كنت بكر أهلي كان أبوي ما يرفض لي أي طلب، وما أبالغ إذا قلت لكم أنه ممكن أنه يبذل نفسه من أجل أن يحقق لي الشيء اللي أبي أنا، بس أنا ما قدرت هذا الجهد الجهلي. تنبيه بس، أنا في مصطلحات راح أقولهم بالفصحى وبعدين بكمل في العامية عشان تفهمون القصة. عدنا. يقول بدت قصتي حينما شاهدت أحد الفاتنات وقت خروجي من بوابة الجامعة، كانت ورا سيارة أجرة خاصة. صراحة ما قدرت أقاوم إقراءها أبدا، وحسيت أنه قلبي رح يطلع من صدري. تعلقت روحي بيها من النظرة الأولى اللي كانت بداية شرارة أحرقت قلبي. لحقتها لحد ما عرفت وين بيتها، فقمت أنه كل يوم أروح وأرجع لعدها عشان أشوفها. وطبعا كنت أرقبها من بعيد لبعيد عشان ما تحس علي، وما أبالغ صراحة إذا قلت لكم أنه أحيانا أيام أروح وأرجع عليها مرتين ثلاث، لأنه شفت فيها حلم الشباب والطفولة، واعتقدت انه اذا درت اخذها حرفيا كني اخذت العالم كله. بذلت الغالي والرخيص من اجل بس انه احصل عليها، وضيعت مال ووقت واصدقاء بس مشان تكون لي انا وحدي. انذليت وتحملت الصعوبات حتى صارت لي ملكي انا وحدي. هل انا بحلم ولا بعلم ولا بايش؟ معقولة صارت لي انا الحالي؟ معقولة اللي كنت احلم بها صارت لي انا وحدي؟ كانت أحسن وأرق من ما يتصورون البشر كله. تحن علي حنان أكثر من حنان أمي علي. تصدقون إذا قلت لكم أنه كنا لما نمشي مع بعض بمكان بيو شمس كانت تظللني وتحرق نفسها بس عشاني. أعرفكم ما راح تصدقون، ولكن صدقون الحقيقة، كانت تحرق نفسها مشان أنا أنعم بالسعادة. تخيلوا أنها كانت هي نفسها مشان تكرمني، وكانت تشيني على كفوف الراحة وهي تعن وتتعب بس مشاني. أحبتني حب خيالي لدرجة انه فاق حبي لها. كانت تشوفني الشخص المناسب، او بالاحرى كانت تشوفني فارس احلامها. صراحة بعمري ما سمعت لا تشكو من شيء ولا تتذمر ولا اي شيء. بذلت السنين الاولى كل اللي تقدر عليها واكثر بس مشان تسعدني انا. بس ايش اللي صار بعد هذا؟ بعد ما مضى علينا 7 سنين حسيت انه صار في زي الكرة باتجاهها بدون اي سبب. بالبداية حسيت بالملل منها، وبعدين صرت أكره حالي لما أقرب منها. صرت يعني أتذمر من أبسط الشغلات، يعني بس بدي أسوي كونة يعني صراحة، لدرجة أنه صرت أنا أطلع على أعذار بس مشان نبتعد أنا وياها. بل وصل الأمر إلى أني أهينها قدام أهلي، قدام ربعي، قدام الناس كلها. في مرة من المرات على مسمعها ومسمع أهلي قلت لها أنت الخطأ الوحيد اللي بحياتي، وأظن أني مجنون يوم حبيتك. من قوية الصدمة ربط لسان أهلي ولسانها. تخيلوا حتى ولا ردت بوجهي ولا قالت ولا أي شيء، بالعكس كانت ساكتة. صراحة ما أدري إيش اللي غير شعوري تجاهها بعد ما كنت اللي أشوف فيها الدنيا كلها. صراحة ما أخفيكم أني رحت لطبيب نفسي وعرضت عليه مشكلتي، بس ما لقى لي حل. وأهلي قالوا لي ممكن أنه سحر يعني من أحد الخدامات أو من أحد البنات القريبة عليك حست بالغيرة تجاهها، لأنها أخذت قلبك وصرتم مثل العشاق اللي كل بنت تحلم بهذا العشق. صراحة دورت بكل مكان وما لقيت أي أحد يفسر لي إيش سبب تغيري عليها. فتلت من الشرق للغرب بس ما لقيت تفسير، لا عند دكتور ولا عند دكتور شعبي ولا حتى عند أهلي، ما لقيت حل أبدا. الشيء الوحيد اللي أحسه أنه على مر الأيام قاعد أكرهها أكثر وأكثر، بل كل ما حاله قاعد يكبر لدرجة أني صرت ما أطيق نفسي ولا أطيق حتى تقرب علي، ولا صرت أطيق أني أشوفها. كنت أشعر بغثيان شديد لما أشوفها أو أشوفها قاعدة مقبلة علي، ولكن الأمر ما وصل إلى أنه بس أني أكرهها،
لا بالعكس، بل وصلت إلى أنه مرحلة أنه أسبها وأشتمها، وحنا مسمعها ومسمع أهلي ومسمع قرايبي يقولون أن صرت أسبها بكل مكان. وأتذكر مرة من المرات قلت لك قدام السوق وقدام الناس اللي رايحة وجاية، انقلع عني الله يلعنك يا طوط، والله كذا مكتوب القصة. أنا من أمي شغل، ما أعطيت اعتبار اللي يمرون أبدا، ولا لصدمتهم ولا لأي شيء. وليت الأمر أنه توقف بس على الكره والسب، لا أتطور وصار لدرجة أني أهينها، أهينها قدام الناس، أهينها قدام أهلي، أهينها قدام ربعي، أهينها بالشارع. وهي وأهلي الشيء الوحيد اللي يسوونه أنه مربوط لسانهم حرفيا، وما لقوا لي ولا أي حل، جربت على كل شيء بس ولا شيء فاد. وتصدقون أنه كل هذا وهي ما زالت ساكتة وما فتحت فمها ولا بأي كلمة. وليت ان الامر بس وصل الكره والضرب والاهانة، لا وصل المراحل افضع وافضع، وصل الى امر بعمري ما اصدق اني راح اسويه او سويته. صراحة صرت اتلذذ بتعذيبها واحس براحة قريبة بعد كل هذا، وما ادري ايش اللي قاعد يصير فيني ولا خالص ولا اي شيء. وصرت اجبرها ان توقف بالشمس الحارقة، تعرفون شمس السعودية انتم، وأضربها وأسبها وأهينها ودوس عليها بلن على كرمكم الله بدون رحمة بدون أي شيء. وتسألون إيش اللي صاير فيني، والله إني ما أدري إيش اللي صاير فيني. ومرة من المرات أنا ما أشعر بحالي إلا وأنا قاعد أحرق جزمة بعد ما عذبت بالضرب وكل أنواع التعذيب، لدرجة أنه بانت الكدمات عليها. وأنا اليوم ما أصدق إيش اللي سويته فيها، ولا قدران أتصور الموقف إيش اللي سويته أنا. أما هي فبعمرها ما فتحت فمها ولا بكلمة واحدة، كانت هي صديقة الحب، ساكتة وتتألم والألم يقطعها تقطع من داخل، بس ما تفتح فمها ولا بكلمة. وتخيل وصل الأمر إلى أنه إذا أهلي والناس سكتم على الأشياء اللي قاعد أسويه فيها، يمكن القانون يدينهم معي، أنظلهم ساكتين وقاعدين يتفرجون علي. تخيل وصلت الأمر أنه قصة أنه أعيش معاها هذا الشيء مستحيل، الشيء اللي سويته بديكم تعذروني عليه. لأنه أنا حرفيا وقتها كنت قاعد أمشي بدون عقل بدون أي شيء، بس جسد ويمشي. والشيء اللي سويته هو أني خذيتها وديتها لعند صديقي اللي على أساس خويي مرة، وأنا أخذتها قصبا عنها وقلت له، قلت له سوي بيها اللي يحلم مخك، وإذا عاندتك وما رضت تسوي بس كلمني وأنا أجي أخليها تسوي قصبا عنها. أنت بس كلمني إذا في شيء أسرتك فيه أو ما خلتك تسويه. إذا تحسون أني وقتها كنت مجرم، فصدقوني انه خويي كان مجرم اكثر مني واسوأ مني. بعد ما استقل وضعي وشافني انا شخص ماني عاقل وقبل بالعرض هذا، ومبين الفرح قاعد ينزل من عيونه، بس قبل ما يوافق رادي تأكد هل انا قاعد اختبر صداقته ولا لا، وشوفوا ايش اللي قال لي واثبت لكم انه هو كان مجرم اكثر مني. قال اذا كان هذا الشيء يريحك انا راح اقبل فيه، ما مو عشاني انا، عشان أخفف عليك ضيقتك. شوفوا قديش وكان نذل ومجرم. تخيلوا يقول لي راح يخفف عليه، كيف يخفف على خويه ويستقل وضع الغير طبيعي ويسلب منه أهم ما يملكه الرجل. أنا ودي أعرف وقته إيش الخبث هذا اللي كانوا مخبيه كل السنين هذه. وفعلا أجبرتها أنه تعيش معاه يومين في استراحته اللي تبعد عن الرياض تقريبا حول 80 كيلو، وهي لا حول ولا قوة. تركتها نتواجه مصيرها وأنا رجعت للبيت وأخذت معي وحدة لبيتي. قضيت يومين مع هذه الجديدة لدرجة أنه حسستني أنه أنا كنت بجحيم وطلعتني هي للنعيم. عرفت اليوم الحقيقة الزائفة بعد ما رجع خويي وهي كانت معه اللي سلمت إياها يومين. وصلها لبيتي وقفت قدام الباب عشان تقابل اللي جبتها معي، عشان تزيد صدمتها صدمتين وجرحها جرحين، لدرجة أنه من عمق الجرح مستحيل انه يندم مدى العمر. صراحة ما اخفيكم اني كنت مبسوط جدا على حزنها، اعرفكم ما راح تصدقوني، لكن هذه الحقيقة اللي اشعر بمرارتها لليوم هذا. ولما اراد الله عز وجل انه ينتقم مني نزل علي عذاب انا ما قدرت اتحمله، ومن قويته رجعني لعقلي ورجعني من النوم السبات اللي كنت نايم فيه، وخلاني اشعر بحجم الجرم اللي سويته.
وهذا الشيء صار على انه واحد من المراهقين بحينا بعد ما سمع الاشياء اللي قاعد يصير بيننا من عذاب ومن الاشياء اللي قاعد يسوي فيها، اشفق عليها او بالاحرى راد يصيد مي عكره وصار يحاول يتقرب منها يوميا يوميا، ولدرجه انه مره من المرات هي كانت ماشيه في الشارع حاول انه يعرض عليها نفسه كبديل عني انا، وانه هو الفتى الاحلام وما خلى له ولا شيء. بعد ما عرف انه معدنها اصيل، شوف ايش سوى. سوى خطة الجريمة في ليل مظلم كانت سبب انه تشعل الفانوس اللي براسي عشان يشتغل مخي، بس هذا ايمت بعد ما صار اللي صار وفات الاوان، وصارت بليلة من الليالي اللي كانت باوج زينتها وهي متهيئة حالها عشان تحضر حفل زفاف. لكن ايش اللي صار؟ جاء هذا الوحش المراهق ومعاه واحد بعد قفلة منها واهمال مني بعد ما تركتها بالطريق تنتظرني الوقت متأخر، جاء خطفها وهرب. اي نعم خطفها. تعتقدون انه وقت شفتها رايحة يعني حسنت عليها ولا شيء؟ لا بالعكس، صدقوني انه حسيت انه فرحي الدنيا كلها ما توسع، فوالله اني ما اعلم ليش او ايش سبب هذا الفرح، او مثل ما قلت لكم اني كنت اعيش بدون عقل ممكن، او بالاحرى اكيد مو ممكن. بعد ما قابت عني اول يوم حسيت بألم ما كنت متعود عليه من قبل، وبعد ما صار عليها شهر حرفيا انا ما قدرت انام، يعني الليل كله ممكن انام بيه دقائق وارجع اصحى وقلبي فيه كذا زي النار وفيني حزن شديد وتأنيب ضمير واحساس يصعب علي اني اوصف لكم اياه. بس حبيت اختصرها واقولكم انها صدقوني حولت حياتي الجحيم، وحرمتني من النوم وحرمتني من الاكل والشرب، يعني صرت ما اكل واشرب الا شيء يعني عشان يخليني عايش. بس قاعد اقول بيني وبين نفسي يا الله ايش الحسرة هذه، ايش الحزن، ايش الالم، ايش العشق، ايش الحب، ايش التأنيب هذا اللي صاير فيني. هنا بدأ ضميري يصحى، بس انا نفسي اعرف وين كان نايم في هذا الوقت، وين كان نايم وقت ما كنت اضربها، وقت ما كنت اسبها اهينها، لدرجة انه وصلت معي اني وديتها واحد من اخويا عشان يسوي فيها اللي يبيه. واخيرا صحت مشاعيري ولكن بعد فوات الاوان. فهل كنت مسحورا ومفك عنا السحر، ولا كنت نايم وصحيت، ولا كنت مجنون وعقلت؟ انا اقولكم والله العظيم اني ما ادري ولا اعلم اي شيء، ولكن اللي أرجو منكم أنه تدعون الله لي بالمغفرة والرحمة على الشيء اللي سويته، فما حسيت بالجرم اللي قاعد أسوي إلا اليوم بعد ما فات الأوان. أعترف لكم أن وقتها كنت مجنون. حاب أقولكم أنه هذه هي قصتي مع سيارة الحبيبة من وقت ما شفتها قدام الجامعة إلى وقت ما سرقوها من قدام الباب. بعد ما راح موديلها صرت أكره كره مو طبيعي، وهذا شيء يعني مو مني، يعني أسبها وأضربها وكنت ما أهتم فيها لدرجة أني أوقفها بأي مكان ما عاد أهتم فيها. وبعد ما صدمت أخذت هالورشة فقاموا يضربوها علشان يعدلون الكدمات اللي فيها ويحرقوها بالنار عشان يعيدون دهان، وبعدين أعطيتها لخوي عشان يستخدمها وقلت له ممكن أنه ما تشتغل معاك فاتصل علي عشان أجي أساعدك وندفها تشتغل السيارة. وبعدين انا رحت واستاجرت سيارة جديدة لمدة يومين، وبعدها وقفتها قدام الباب وانا كنت مالي نفس فيها، واجوا سرقوها بعد ما كانت مقصولة ومضبطة ومستعدة لحفل زواج صديقي. والى هنا نكون وصلنا لنهاية قصتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله ان كان فيها كذا تويست يعني عجبكم. فلا تنسوا لايك واشتراك وحسابات موجودة في صندوق الوصف، تابعوني عليه كامل، تابعوني اسناب بعد، وصلنا على النبي سبحان الله محمد سبحان الله العظيم، واكتبوا لي اذا عجبتكم القصة واكتبوا لي اذا ما عجبتكم القصة. ومع السلامة.